لفهم واستيعاب الدورة الهوائية العامة لابد للتطرق لأهم النظريات التي حاولت تفسير الدورة الهوائية الطولية. من أول هذه النظريات نظرية المدخلة الاستوائية أو لشمين إكواتوريال التي أتى بها إدمو هالي سنة 1686 وهو عالم فلكي إنجليزي. تعتمد هذه النظرية على أساس أنه تتلقى المناطق المدارية أكبر قدراً من الطاقة الشمسية وهي تعرف بمناطق الفائض الحراري، وتتلقى المناطق ذات عرض وسطى والعليا قدراً أقل من الطاقة الشمسية، أي هذه المناطق تعرف نوعاً من العجز الحراري. النتيجة هي عملية تبادل الطاقة عن طريق نقل الفائض من المناطق البيمدارية هي المناطق الحارة في اتجاه العروض العليا أي في اتجاه المناطق القطبية الباردة. وتعتبر عملية التبادل هذه ضرورية. نظرية المدخل الاستوائية يشوبها بعض النقص، لأنه على مستوى سطح الأرض لا نلاحظ تيار هواء الشمالي الدائم والمتصل بين القطب الشمالي والمناطق الاستوائية. فالميزانية الطاقية على مستوى المنظومة على مستوى منظومات القارات والمحيطات والغلاف الجوي هي دائما في حالة توازن. فأكثر من ثلثي هذه التبادلات تتم بواسطة التيارات الهوائية والباقي يتم بواسطة التيارات البحرية. النظرية الثانية هي نظرية هادلي وهو عالم أرصاد بريطاني أتى بها سنة 1735. تعتمد هذه النظرية على عملية التصاعد الحراري أو الحمل الحراري المعروفة بلا كونفكسيون تيرميك في المناطق الاستوائية. إذا كان بسيط الفكرة، عندما يتعرض سطح الأرض لأشعة الشمس المباشرة فإنه يسخن، ثم يبدأ بعملية تسخين الهواء القريب من السطح، وبالتالي يخف وزن هذا الهواء وتقل كثافته، مما يساعده على التصاعد وعلى الارتفاع إلى طبقة الجو العليا. بعد عملية التصاعد فإن الكتل الهوائية التي تبعث من الجنوب أي من المناطق الاستوائية لا تصل إلى القطب، بل تبرد عند خط عرض 30 درجة تقريبا. عملية النزول هذه تكون عند المناطق البيمدارية أو عند المناطق الشبه مدارية، وهي توافق وجود حزام الضغوط المرتفعة الشبه المدارية. رجوع الرياح السطحية إلى المناطق الاستوائية يفسر حسب هادلي بوجود الرياح التجارية المعروفة بليزاليزي. إذن فالتيارات الهوائية السطحية الناتجة عن هاتين الخليتين الشمالية الشرقية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية والجنوبية الشرقية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية هو بسبب تدخل قوة كوريوليس. إذن ما هو الجديد بالنسبة لنظرية المدخلة الاستوائية؟ الجديد بالنسبة لنظرية المدخلة الاستوائية التي أتى بها هالي هو تصاعد الرياح بالمناطق الاستوائية غير مرتبط بحركة الأرض فقط، وإنما مرتبط أيضاً بتلاقي الرياح التجارية بهذه المناطق. اتجاه الرياح التجارية أيضاً فهو مرتبط أيضاً بدوران الأرض حول نفسها، أي مرتبط بقوة كوريوليس. إذا نظرية هادلي هذه لا تفسر، هذا هو النقص في هذه النظرية، فهي لا تفسر سبب وجود التيارات الهوائية الغربية عند العروض الوسطى أي ما بين 45 درجة وخط عرض 40 درجة ثانيا. ولذلك ستأتي نظرية أخرى لتعزز وتأتي بجديد بالمقارنة مع نظرية هادلي، ألا وهي نظرية فيريل. فيريل وضع نظرية أخرى متممة لنظرية هادلي سنة 1856. وعلى الذكر ففيريل هو عالم أرصاد أمريكي، قسم سنة 1856 خلية هادلي إلى قسمين، معتمداً على من جهة التيارات الهوائية العروض الوسطى الريحية الغربية العكسية أي عند خط عرض 60 درجة،
واعتمد أيضا على التيارات الهوائية عند العروض الدنيا، أي الرياح التجارية، أي عند خط عرض 30 درجة تقريبا. واعتمد أيضا من جهة ثالثة على الحركة المحورية للأرض، لأنها تؤثر بقوة كوريوليس على مدى، تؤثر على التيارات الهوائية من جهة، وتؤثر على حركة التيارات البحرية. إذن بالنسبة لفيريل، فإن الرياح الغربية هي نتيجة الحركة المحورية للأرض، ذلك أن حركة الهواء تتبع بصفة عامة حركة الأرض حسب قانون الميوعة. نظرية فيريل هذه كانت منطلقا للنظريات الحديثة التي تلتها كنظرية روسبي سنة 1930 ونظرية بالمين سنة 1951. سنتحدث الآن عن نظريات روسبي. قدم روسبي سنة 1930 نظرية تعتمد على 6 خلايا، 3 في كل نصف من الكرة الأرضية. بعض هذه الخلايا احتفظت بأسماء أصحابها الذين تعرفوا عليها. الأولى رأيناها قبل قليل، وهي خلية هادلي التي تتواجد بين خط عرض 0 درجة أي خط الاستواء وخط عرض 30 درجة بالمناطق الشبه المدارية. الخلية الثانية التي رأيناها أيضا قبل قليل وهي خلية فيريل، والتي تتواجد بين خط عرض 30 درجة إلى خط عرض 60 درجة. والخلية الأخيرة والثالثة فهي التي تسمى بالخلية القطبية، والتي تتواجد بين خط عرض 60 درجة و 90 درجة. انحراف الرياح نحو اليمين في النصف الشمالي ونحو اليسار في النصف الجنوبي حسب هذه النظرية، فهو ناتج عن قوة كوريوليس، وناتج أيضا عن قانون العالم الهولندي بويز بالوت.